قبل الإفطار لنريح القولون العصبي. في كتير أنواع من الأغذية ممكن إنها تزيد من تهيج القولون العصبي وتزيد من الألم، خاصة بعد فترة الصيام. عشان هيك الأشخاص اللي بيعانوا من القولون العصبي لحتى يخففوا من أوجاعهم لازم يبتعدوا عن هاي الأغذية، منها مثلاً الأغذية الحارة أو ممكن اللي فيها بهارات كتير. وما بننسى كمان الأغذية المقلية، أكيد بتتعب القولون. ومن البقوليات العدس والحمص والفول ممكن كمان يخلوا القولون العصبي يزيد تهيجه. والصلصات الغنية بالبندورة خاصة إذا كانت مركزة كمان بتزيد من تهيج القولون. قبل الإفطار اتذكر إنه زيادة كمية الألياف ممكن كمان تتعب القولون، عشان هيك ممكن نقلل من السلطة على الإفطار ونستبدلها بشوربة خضار حتى نحصل على الألياف اللي نحن بدنا إياها ويكون هضمها أسهل.